حكم القانون كبارا وصغار شبابا وشيب كلنا معلوم بطبيعه القانون تلقى دائما ايها المواطنون ايها المواطنات لذاته زالت الحملات الخاصة بالإغلاق إغلاق جميع المطاعم المقاهي المتاجر بقرار من السيد عامل عمالة الكلاس ابتداء من اليوم جميع المحلات الجمعة الثانية بالليل إلى يوم الأحد الوطنية وعن راسه مخالفة أخي المواطن أختي المواطنة دائما سيقع التدابير الوقائية في ظل جائحة كورونا إذا كلنا معنيون أيها المواطنون كلنا معنيون أيها المواطنات فنبقى دائما على Thank you.